وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالحبيب الغالي، مساك الله بالخيرات والمسرات وصبحك بكل بر وبركات. بالنسبة للرسالة التي أرسلت لي فضيلتكم وهي بعنوان شخص قطع حروف كورونا إلى الكاف، كل نفس ذائقة الموت، الواو وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الراء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واو واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، النون نحن قدرنا بينكم موت، الألف إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، وتسأل فضيلتكم عن حكم هذا. نقول أحسن الله إليك، بتتبع هذا وجد أنه انتشر على صفحات في الفيسبوك بتاريخ بداية الجائحة التي كانت في رجب، ثم بعد ذلك انتشر في تويتر، وهكذا في حسابات مشبوهة مجهولة. ثم نأتي هذا بالنسبة للسورس وأصل هذا الكلام. وطبعا في تلك الفترة التي كانت مع بداية الجائحة، نسأل الله رفع المسلمين في كل مكان، التي كانت في نهاية الشهر الثاني عشر غريغوريان 2019، ثم بعد ذلك جاءت في جانيوري وفبريوري وفي مارش ما يناسبه بجمادى ورجب 1442، جمادى ورجب 1441 معذرة، كان انتشرت أشياء كثيرة مثل هذه، مثل قصة سالوقيه وهل ينتهي الوباء بظهور نجم الثريا إلى غير ذلك من الحسابات المجهولة التي الغرض منها هو مسألة القدح في دين الله، مسألة نشر بعض العقائد الباطلة إلى غير ذلك. نقول مستعين بالله في رد على هذا، مما ينبغي أن يعلم أولا أن كلمة أصلا كلمة كورونا هي كلمة أجنبية، أصلا هي عبارة عن C-O-R-O-N-A، وهي الكلام على الفيروس اللي هو كراون على هيئة التاج، ثم بعد ذلك الكلمة أصبحت كورونا. فمن حيث الأصل أن الكلمة أصلا هي كلمة أجنبية، هذا رقم واحد، فحروفها C-O-R-O-N-A، والسين ما يكون أحيانا تنطق كاف وأحيانا تنطق سي فيما هو معروف في اللغة الإنجليزية، وله قاعدته، وهذا ليس مجالا لبيان ذلك. فنقول هذا من حيث هذا القياس ليس صحيحا أولا، لأن مصدر الكلمة source of the word، أصل الكلمة هو كلمة عجمية لا علاقة لها باللغة العربية، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الأصل في القرآن الكريم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، يقول وليس لأحد أن يستعمل القرآن لغير ما أنزله الله له. وبذلك فسر العلماء الحديث المأثور لا يناظر بكتاب الله، أي لا يجعل له نظير يذكر معه، كما في الحالة هذه جعل له نظير كلمة الحروف حروف كلمة كورونا، مثل كقول لا يجعل له نظير يذكر معه. طيب، إلى غير هذا، في مثل هذه الأمور ألف أهل العلم كتبا في هذا، مثل الإمام السيوطي رحمه الله عنده رسالة بعنوان رفع الباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس، وهذا هذه الرسالة موجودة في كتاب الحاوي للفتاوي للسيوطي رحمه الله رحمة واسعة. فلا تضرب مثل هذه الأمثلة ومثيلاتها فتقطع حروف معينة لأجل شيء معين ويقتبس منها على ما يناسبها. فهذا قبيح عند أهل العلم، وأنهم لا يرون به. والإمام السيوطي يقول وهذا الأمر وهذا الاقتباس في غير محله قد ذمه أهل العلم، وهو عند المالكية يجعلونه على التحريم ويشددون عليه النكير،
وإلى غير ذلك مما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله رحمة واسعة، وجاء ذكره في الكتاب الذي أشير له آنفا. وعلى مثل هذه الأمور فلا تسوغ مثل هذه الأشياء، فلا تسوغ مثل هذه الأشياء. وإما يسيء حقيقة أن وسائل التواصل ينشرون كل ما هب ودب ولا يرجعون فيه للعلماء، وفي مثل هذه الأمور قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فينبغي الناس يرجعون فيها إلى أهل العلم. احنا نتكلم دائما عن البروفيشنال، نتكلم عن التخصصية، فلا يتكلم في الطب إلا طبيب، ولا يتكلم في الهندسة إلا مهندس، ولا يتكلم في العمارة إلا المهندس العماري، الأرشيتكشرز إنجينيرز إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. فسور الدين سور عظيم ما ينبغي لكل أحد أن يتجشمه. ولما ترجع لأصول هذه الاقتباسات تجد أنها من حسابات مشبوهة ومن حسابات لا علاقة لها بالعلم، لا من قريب ولا من بعيد. أضف إلى ذلك ثالثا أن هذا الأمر يذري على أهل الإسلام ويجعل أن تستهزأ بالقرآن، ويجعل أنه تحرف اللفظة وتساق في غير مظانها وفي غير موطنها، ثم تصبح بابا للعب. أنا ممكن كمان أجيب لك حرف كورونا حرف الكاف، أجيب لك آية أخرى، أجيب لك حرف الواو آية أخرى إلى غير ذلك، ولا ينتهي هذا الأمر. ولم ينزل القرآن من أجل هذا، إنما نزل القرآن للعبادة، ورتل القرآن ترتيلا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نزل القرآن ليتعبد به، يقرأ آناء الليل وآناء النهار إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. ولذلك فهذا الفعل ليس فعلا صحيحا، ويدخل في باب السخرية والاستهزاء بكتاب الله تبارك وتعالى، وفي الاقتباس المذموم كما وضحه أهل العلم كما ذكر آنفا في الكتب وفي المراجع التي ذكرنا آنفا. وهذا هو اختيار أهل العلم، اختيار العلماء، ونقله ابن مفلح في الآداب الشرعية رحمة الله على الجميع، وجاء في تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك إلى غير ذلك من الكتب التي نهت عن مثل هذا. وأيضا ذكره صاحب الإتقان في علوم القرآن رحمه الله الإمام السيوطي، وذكر أيضا غيره من أهل العلم. وأيضا كما في الكتب التي اهتمت بكتب علوم القرآن وتكلمت عن مثل هذه الاقتباسات أنها في غير محلها، كما أيضا في كتاب البرهان أيضا للإمام البرهان في علوم القرآن، أيضا اهتم مثل هذه الأمور للإمام رحمة الله عليه، الإمام الزركشي رحمه الله. فهذا كل كلام باطل ولا يجوز نثره ولا نشره. هذا ما تيسر إراده وتهي عدد عن الله على ذكره. تم تحليله صوتيا في ليلة الخميس 15 خلونا من جماد الأولى لعام 42 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.